أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء
ومعلمها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو معلمها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلى على جمال النبي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا إن
الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صل على جمال النبي. اصبر يا بالصبر والصلاة. يا ولا تقولوا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن فبهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي فبهما ومن تطوع خيرا فإن الله
شاكر عليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله